مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من التغطيه اللي عم نقدمها في الاردن في فندق لاند مارك عمان. معنا اليوم احد شركاء عرمرم وايضا مدير مونتاج اسمه اياد حمام. اهلا وسهلا فيك اياد. لا. كيف حالك؟ شكرا كثير انك اجيت على برنامجنا المتواضع. اياد عرفنا عن حالك قبل ما نحكي عن عرمرم. عن حالي اياد بشتغل مونتاج الاساس اللي هو تركيب الأفلام بعد التصوير، إنه كيف الواحد بيركبها. درست بكندا ماجستير صحافة في مونتريال في جامعة كونكورديا. كتير حاب أرجع، رائع المدينة هذيك. قبل هيك طول حياتي ساكن في عمان، مش في عمان، في الأردن، معظمها في إربد وبعدين انتقلت لعمان. طيب كيف بدأت رحلتك مع عرمرم وكيف صرت من أحد الشركاء؟ هلا عرمرم اسسها شريكي عبد السلام، فكره عنده اياها من زمان، يعني انه يعمل ويب تي في. فهو لبناني، اول ما نقل لعمان تعرفت عليه اول فتره، نعم، وصرنا اصحاب اكثر من اي شيء ثاني، وبلش يشتغل على مشروع عرمرم من ضمن شغلات ثانيه. هي طبعا تحت شركه انتاج، هي هلا شركه لحالها مستقله، بس كانت يعني بلشت كمشروع غير ربحيه، غير مسجل ربحيه، بس هي غير ربحيه فعليا. فبلشها عبد السلام وكثير كنا نشتغل اشياء مع بعض، وثائقي خاصه. وبعدين سافرت، ولما رجعت قررت انه بديش اشتغل موظف، اشتريت حصص معه مع عرمرم. مع عرمرم. طب احكي لنا شوي عن عرمرم، شو هي؟ هي اونلاين تي في، بس بايش بتهتم اكثر شيء؟ عرمرم، احكي لنا شو معنى الاسم. عرمرم معنى الاسم. عرمرم الكثيف والكثير، يعني انه زي كلمه، شو اصلها؟ عربي، عربيه، اه، يعني زي الجيش الكثير، اه، والليل الكثيف. نعم. فنحن اللي بنحب نغطيه الشغلات اللي الاعلام العادي التقليدي يعني ما بيغطيه. هلا صار في كثير وسائل اعلاميه يعني بتغطي شغلات، خلونا نحكي اندر جراوند، فعرمرم وحده من هالوسائل. فبنحب نغطي فنون الفنانين، يعني مش التقليديين اللي بيسووا هيب هوب وراب وهيفي ميتال واغاني تراثيه كمان، بس انه بطريقه مستجده. كتاب وشعر كمان بطريقه مستجده. الناس اللي بيسووا فعاليات سياسيه بفكر جديد وبحريه، يعني بسقف عالي. هاي الشغلات يعني هذا الاساس، مش انه معارضه، بس انه الواحد يعني هو فيش فكره معارضه، مش قضايا مش موجوده عندنا. طيب. يعني اه قضايا انسانيه، بس هي الفكره انه كل شيء اجتماعي حوار. نعم. وعم بيتطور، فلازم يكون السقف عالي على اساس انه الواحد يقدر يحكي عن جد اللي جواته مشان يقدر يتطور الحكي. طيب عرمرم هي بس ويب تي في بس للاردن، ليش حاصرينها لوكال؟ هي مش بس للأردن. هي مش بس للاردن. اذا بتفوتي على الصفحه، فتت عليها موقعها، آه، في الأردن وبغطي قضايا في عمان. في عندك بلدان، ما شفتي هاي؟ في زر صغير اسمه بلدان، بتفتحيه بينزل بيطلع لك إعلام. وعندك بمصر ولبنان وفلسطين وسوريا. عندكم ريبورترز في كل محل؟ ما عندنا ريبورترز بكل محل، بس منجيب كل فترة وفترة تقارير من محلات. ولما حدا فيكم يسافر ممكن ولما منسافر منجيب من هناك كمان. وكمان يعني في طرق تانية. هلا بيجوا كتير فنانين من سوريا ولبنان ومصر على الأردن، هاي مثلا بتصير إنها مشتركة بين الأردن وبين الدولة الأصل تبع الفنان أو الكاتب أو اللي هو. فنحن ليش بالأردن؟ لأنه نحن هون، يعني حابين انه نفتح بمحلات تانية، بس يعني هاي نعتبرها موقع الاردن زي تجربه، انه نشوف كيف الواحد بيقدر يفتح موقع تلفزيون على الانترنت، يصير يطلع مصاري، انه يضل محافظ على حاله قبل ما نبلش نفتح بمحلات تانية ونتوسع. طب وهلا ماديا كيف اموركم؟ ماديا ماشي الحال، اخر فتره منيح. كان بالبدايه كنا عم تعملوا اعلانات ولا بتعتمدوا بس على السبونسرز او الرعاة؟ بنعتمد على شغلتين، السبونسرز، وهو مش سبونسرز، يعني مش انه رعاه، قد ما انه حدا بده يسوي فيلم عن قضيه معينه. نعم. ممكن يدعم الفيلم هاد، ومن خلال الدعم للفيلم هاد نقدر نمول عده شغلات ثانيه. وبعدين هلا اخر فتره عم نشتغل مع تلفزيون محلي، رؤيه اسمه، انه الماده اللي بنسويها لعرمرم بنرد بنحطها ببرنامج تلفزيوني وعم بيشتروهم منا. طب كويس. اه. في سؤال كثير ناس طرحوه مش بس انا، على قصة ليش ما بتستخدموا اليوتيوب؟ يعني اليوتيوب هي أول شيء فري تول، كل حد بيستخدمها، كل قنوات الأخبار العالمية عم تستخدمها، متواجد عليها ملايين من الناس.
ليش عرمرم يعني مصرة تستخدم أدواتها الخاصة فيها؟ وهي يعني مش يمكن مش إشي نيجاتيف، بس ممكن يكون إشي كويس لكم أو يضيف على الويب سايت تبعكم. ليش ما بتحبوا تتواجدوا في هيك يعني ويب سايت؟ هاي كتير قعدنا نفكر فيها، ولحد هلأ فيش عنا جواب واضح جدا إنه ليش مش يوتيوب. يعني لما نفكر بالموضوع إنه يعني حتى يمكن يكون أسهل لكم للأبلود، يعني هو أكيد أسهل، بس الأوضح إشي إنه يوتيوب كتير بيحددنا بشكل إنه البلاير تبع يوتيوب خلص هاد هو البلاير خاوة بدك تكون عم تستعمله بغض النظر. يعني إنه هي إنه فكرة إنه الإيمج تبع عرمرم انتهت، صفى إنه الإيمج تبع عرمرم ويوتيوب. نعم، هاي واحدة من الشغلات. من نواحي تانية في في بس أنتم متواجدين بالسوشيال ميديا، عندكم على الفيسبوك عندكم أكثر من 20,000. يعني ليش عم تستخدموا مثلا سوشيال ميديا ويب سايت ثانيين إلا يوتيوب زي ما ذكرت؟ لانه هلا نحن على الويب سايت تبعنا اذا بتطلعي ما في عندك موجود فيسبوك وموجود تويتر وموجود هاد، بس كلهم ضمن الشكل تبع عرمرم. لو بدنا نستعمل البلاير تبع يوتيوب بصفي انه الشكل تبع البلاير تبع يوتيوب على صفحه العرمرم، على شكل عرمرم يعني. بس اما اوكي، لانه بنفس الشيء الفيسبوك لما تروح على صفحه عرمرم جوا الفيسبوك عم تستخدم صفحه الفيسبوك. بس هذيك صفحه مختلفه، مش مش موقع عرمرم. اياد، بس شغله قبل ما ننهي، انت حكيتها عن انه نفسك ترجع على مونتريال، شو الاشياء اللي بتشوفها ناقصه في الاردن او في البلاد العربيه وبتلاقيها يعني مش موجوده هون وموجوده في هذيك البلاد؟ يعني ليش بتحب ترجع؟ هلا اني بدي ارجع على مونتريال مختلف كليا عن ايش ممكن انقد يعني انتقده في الاردن. بحب ارجع لمونتريال لانها مدينه بتجنن وفيها ناس من كل انحاء العالم وحياه مريحة وموسيقى وبشر وحياة بالشارع وكذا وكذا وكذا. هلا إذا بدك تحكي عن إيش في مشاكل في الأردن من ناحية عملية، من ناحية شغل، أنت هيك قصدك؟ من ناحية شغل، من ناحية سوشيال، من ناحية ما أنت هلا قبل شوي قبل المقابلة هي كنا قاعدين عم نحكي وعم تحكي لي عن المواعيد مثلا، إنك تتفق مع حدا إنه يجيك بوقت معين وما بتلاقيهم غير إنه ما أجوا أو إنه تأخروا ساعة أو أجوا كذا كذا. هاي الشغلات كتير بتأثر الواحد. يعني انه ما بتلاقيك مشاكل في كندا مثلا؟ يعني اكيد الواحد بلاقي، بس بحس انه انه المنطق تبع الوقت والالتزام في المواعيد خاصة هاي الشغلة بكندا اكتر. وبتعرفي ليش هاي شغلة يعني من جديد بلشت افكر فيها؟ لانه اظن انه بكندا بسعروا الوقت بالساعة. يعني هلأ بيجي عندك مواسرجي بمونتريال مش انه خلص على الشغل بده ياخد $100، لا على الساعة. انه كم ساعة بيقضي عندك وقتها بيحاسبك على الساعة وعلى القطع. فبالأردن مش هيك. بالأردن مش هيك يا سيدي. ان شاء الله الأردن بتصير هيك، ونتمنى لك التوفيق، وان شاء الله نسمع عنكم أخبار حلوة. شكرا لكم مشاهدينا، ان شاء الله نشوفكم بحلقة جديدة من التغطية اللي عم نقدمها من الأردن. مع السلامة.